السلام عليكم. اليوم نقدم لكم نموذج من الأحياء السكنية اللي راهي قيد الإنشاء في ولاية تسمسيلت، واللي يعني كل مرة نتكلم على التهيئة والنمط السكني، هذا النمط العمراني تاع العمارات هذه المكعبات اللي والله كرهنا منها. لابد على السلطات أن تفكر في تطوير هذا النمط، لأنه لا يلائم حقيقة، لا يلائم يعني التربية تاع الأولاد بصفة عامة، ولازم نحسن النمط العمراني ليلائم العائلة الجزائرية. نخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.